الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. رئيس الوزراء يؤكد أن زيارة الرئيس للهند وأذربيجان وأرمينيا عكست توجها واضحا نحو استثمار فرص التعاون الاقتصادي. الحكومة تنفي تحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الصفين الدراسيين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق حنان والسيدي وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى السفير سيدي محمد عبد الله سفير موريتانيا بالقاهرة. ويأتي اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وتفعيل التعاون المشترك بينهما في المجالات العسكرية والأمنية، لا سيما في ضوء دور موريتانيا المهم في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل. وخلال الاجتماع سلم الوزير الموريتاني رسالة خطية إلى الرئيس السيسي من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، تضمنت تأكيد حرص موريتانيا على توطيد العلاقات التاريخية والأخوية القادمة بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب، في ضوء التقدير الذي توليه بلاده لدور مصر ومكانها كانت الرئيس السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية. عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة اليوم الذي أشار في مستهل حديثه إلى النتائج الإيجابية التي تحققت من الزيارة الخارجية للرئيس السيسي وشملت كل من الهند وأذربيجان وأرمينيا. وأكد مدبولي أن هذه الزيارة الرئاسية المهمة عكست توجها واضحا للدولة المصرية نحو تفعيل العلاقات المشتركة بين مصر والدول التي زارها الرئيس السيسي، والعمل على استثمار الفرص من أجل تنمية التعاون الاقتصادي مع هذه البلدان بما يحقق المصالح المشتركة. وخلال الاجتماع أكد مدبولي أن الإجراءات التي قامت بها الدولة مؤخرا أدت إلى النجاح في الإفراج عن كافة البضائع ومستلزمات الإنتاج في الموانئ، وبالتالي العودة إلى المعدلات المستقرة قبل الأزمة الأخيرة، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستسهم بأثر إيجابي في تحقيق توازن الأسعار في الأسواق، موجها الوزراء المعنيين بمتابعة إجراءات ضبط الأسواق والتنسيق المستمر مع الغرف التجارية ومع الأجهزة الرقابية في هذا الإطار، بما يسهم في توفير السلع بالأسواق بأسعار مناسبة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات بشأن أنباء تزعم تحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الصفين الدراسيين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني. ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا صحة للمنشورات المتداولة والتي تزعم تحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الصفين الدراسيين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني، وأن تلك المنشورات لا تمت للواقع بأي صلة، مشيرا إلى أنه تم تنظيم مناهج الصف الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي بما يتناسب مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي دون الإخلال بنواتج التعليم والتركيز على المفاهيم الكبرى وإفساح المجال لتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب. نظمت وزارة الصحة والسكان قافلة طبية في تخصص الأسنان بحي الأسمرات بمحافظة القاهرة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتورة سهى جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.